أونلاين، لكن هنعمل إيه؟ الظروف صعبة. طيب اللي يبقى إحنا إدينا فكرة عن السيليبس سواء لسنة تانية أو للسنوات الخرسانة كلها، إحنا عايزين ندي فكرة عن الخرسانة. فأنا النهاردة بتكلم على المحاضرة، هنشوف هنوصل لفين في المحاضرة، ولكن المحاضرة مقسومة إلى جزئين. الجزء الأولاني هيبقى introduction عن الهيستوري ومكونات الخرسانة والبرودكشن، concrete production، how to produce concrete element والconcrete properties والtesting، وبعدين نعرف يعني ايه reinforced concrete. introduction دي ده الجزء الأولاني. البيلدنج سيستمز هنتكلم على السكيلتون تايب والوول بيرنج تايبس، ودول الجزئين بتوع المحاضرة بتاعت النهاردة. الجزء الأولاني introduction to reinforced concrete structures. طبعا concrete is a construction material composed of cement, aggregate, gravel such as gravel يعني أو limestone أو granite. يعني مكونات الخرسانة عبارة عن الأسمنت والسن الأجريجيت، يعني ده اللي هو الأديتيفز اللي هو اللي إحنا بنسميه الفيلينج ماتيريالز. خلينا نتكلم كده، هي الخرسانة عبارة عن ثلاث أجزاء، عبارة عن أسمنت ومية وفيلينج ماتيريالز. الفيلينج ماتيريالز هي الأجريجيت اللي إحنا بنسميه كورس أجريجيت وفاين أجريجيت. كورس أجريجيت اللي هو زلط، كان زمان بيستخدموا الزلط، دلوقتي بقى يستخدموا كسر الحجاره، موستلي في مصر بيستخدم اللايم ستون، في بعض حاجات بيستخدم فيها الجرانيت بس برضك ده مش حاجه ستاندرد يعني. الفاين اجريجيت اللي هو الركام الفاين هو الرمل طبعا بدرجاته، وطبعا تعريف الرمل بالنسبه لنا ان هو لحد مقاس معين اللي احنا بنقول عليه اقل من رمل الخشن اللي هو 2 مللي، اقل من 2 مللي بيبقى رمل اللي هو المقاس بتاعه يعني من 95% اقل من 2 مللي، طبعا بيروح ل 0.1 مللي الرمل الايه اللي هو الفيري فاين ساند. الفوق كده بيبقى اللي هو الكسر الحجاره او الاجريجيت بتاعنا او الكورس اجريجيت، بيبقى اللي احنا بنسميه في مصر اللفظ الدارج ليه اللي هو السن يعني. طبعا زائد الميه، وفي برضك حاجه اسمها كيميكال ادمكشر. كيميكال ادمكشر دي حاجه يعني اضافيه بتضاف لتحسين الخواص المعينه، الخواص يعني لو انا مثلا عايز حاجه يحصل لها اعمل اكسلريتور، اضيف مثلا حاجه تساعد على التفاعل اللي احنا هنتكلم عليه، ده برضك حاجه بس هي اوبشن مش موجوده دايما عندنا، بتحتاج بيبقى ليها تارجت معين، تقليل كميه الميه، زياده الميه، ووتر ريتارد، ان انا اقلل التفاعل، ازود التفاعل اللي موجود ما بين الايه؟ الاسمنت والميه اللي هنتكلم عليه دلوقتي. دي مكونات الايه؟ مكونات الخرسانه، اول حاجه عندنا يعني بنتكلم عليها. طيب انا لما بضيف الميه للاسمنت هو بيحصل تفاعل، التفاعل ده بيعمل اسمه هيدريشن، يعني هو كيميكال بروسيس. الكيميكال بروسيس ده عباره عن الووتر زائد السيمنت، اتحادهم مع بعض بيؤدي الى حدوث هيدريشن يعني انتقال للهيدروجين، فبيحصل هذا التفاعل، بيتكون نتيجة التفاعل ده سخونية أو حرارة هيت زائد اللايم اللي هو اللي احنا بنسميه مونة. المونة دي اما بيحصل لها solidification يعني بيحصل لها انها تتصلب او يحصل لها hardening، ده هو اللي بيخلي يحصل تماسك ما بين عناصر الخرسانة المختلفة اللي هو ما بين اللايم الموجود عندنا او اللي هو المونة وما بين مونة وما بين السن اللي موجود عندنا اللي هو السن سواء الكورس اجريجيت او الفاين اجريجيت اللي عندنا. الخرسانة
عامة كلنا نعرف يعني يعني فكرة بيبقى نتيجة هذا التفاعل. طبعا بيحتاج انك بتحتاج في زمن معين للتفاعل. شغال كلكم سامعين ولا في مشكلة؟ يا شباب تمام. طيب، فالقرصنة عموما بتستخدم طبعا أول حاجة في الاستراكشر انجينيرنج عموما زي ما أنا حكيت من شوية، في الديزاين، في البيلدينجز، في السلابس، في اللي هو السكيلتون اللي بيتعمل منه المنشأ اللي بيقف عليه المنشأ، بتستخدم في الأغراض برضك الغير انشائيه. يعني اول غرض ليها هو الاستراكشرال استراكشر انجينيرنج يوز، وفي الاركتكتشرال برضك يوز اللي هو في استخداماتها، ممكن تبقى تستخدم في واجهات، تستخدم في اشكال معينه، عمل اشكال معينه، وده حاجه ثانويه. زي ما مكتوب بقى عندنا بتستخدم في البيفمنت، بتستخدم في الطرق، وفي طبعا المنشآت عموما البريدجز والاوفر باسس والباركينج ستراكشرز، كل دي ابلكيشنز مختلفه في انواع الاستراكشرز. يعني هو الاستخدام الاولاني هو في الاستراكشر انجينيرنج عموما ايا كان، سواء في زي ما بنقول في الانفراستراكشرز، انفراستراكشر بروجكتس بيستخدم في محطات، جميع انواع المحطات، كل انواع البيلدينجز، بيستخدم في البابليك ستراكشرز، بيستخدم في الدوميستيك ستراكشرز، بيستخدم في كل منشآت الطاقة زي ما مكتوب عندك هنا برضك في البيفمنت اللي هو في الطرق، بقى في طرق خرسانية دلوقتي، وزي ما انت عارف بتستخدم في محطات المنشآت اللي بتستخدم في المحطات. يعني في بعض الناس يقول لك ايه في محطات الطاقة، هي كلها منشآت تستخدم في المنشآت ايا كان، سواء المنشأ بتاعي من عندي من تحت الفاونديشن، الكولمز، السلابس، الفلورينج سيستم، بتستخدم طبعا زي ما مكتوب عندك هنا في البريدجز وفي التانلز وفي الاغراض المختلفه من المنشات. لو هنتكلم شويه عن الهيستوري بتاع الخرسانه، هو الباك هيستوري بتاعها بترجع للعصر، يعني طبعا في ناس بتتكلم تقول لك من الايام الفراعنه وكده، هو من ايام الامبراطوريه الرومانيه، هم كانوا بيستعملوا اللي هو البوزلان او الكويك لايم اللي هو الجير، يعني اللي هو بسرعه بيحصل له تفاعل مع الاجريجيت. يعني ده كان بيستخدم في المباني اللي هو قبل ما يخترع اللي هو اساس الخرسانه، وهو الاسمنت. يعني قبل اختراع الاسمنت كان بيستخدم الجير اللي هو بيحصل تفاعل كبير، وده بيدي تفاعل شبه برضك التفاعل ده، كان النواه الاولى لصناعه الايه؟ الاسمنت. في القرن ال13 يعني كان بيستخدم يعني هذا الموضوع، او يعني نهايه هذا الموضوع انتهى في القرن ال18، ان في واحد مهندس بريطاني سيمتون، جون سيمتون، ده عمل الهيدروليك لايم. الهيدروليك لايم ده اللي هو بالظبط هو البيزك بتاع الاسمنت البرتولندي اللي وصلوا له سنة 1840. الأسمنت البرتلاندي ده برضك أنت المفروض إنك خدت مكونات الأسمنت بتهالي في مادة الماتيريال، هو بيستنتج أو بينتج الأسمنت من تسخين الحجر الجيري اللي هو اللايم، برضك اللايم ستون ده بيبقى سورس للكالسيوم، وكالسيوم بيحط معاه كمية معينة من الكلي، وبعدين يطحنهم طحن جيد جدا،
وبينتج نتيجة الطحن ده اللي هو البيزك بتاع الأسمنت اللي هو مادة الكلينكر، ويحطوا عليها سلفات. بيبقى دايما بيستخدم الجبس، ينتج في النهاية الأسمنت البروتلاندي. فهو حصيلة من الكلينكر مع السلفيت بيديني في النهاية اللي هو الأسمنت البروتلاندي اللي هو أساسه هو حجر. فهي المواد دي كلها مواد طبيعية بتنتج من زي ما بنقول من حرق اللايمستون. مشكلة الأسمنت أو حرق اللايمستون ده بينتج عنه ثاني أكسيد الكربون وأول ثاني أو أول أكسيد الكربون، الاثنين اللي هي CO1 أو CO2، والاثنين دول مضرين بالبيئة. يعني لو أنا عايز أعمل طن أسمنت بينتج عنه CO2، معرفش إذا كانت كومبينيشن ولا هي CO2، ولكن 0.8 طن، لكم أن تتخيلوا 0.8 طن CO2 اللي هو مضر بالبيئة. فتلاقي إن الدول اللي بتصنع الأسمنت دول محدودة جدا في العالم، والدول لأنه هو ضار جدا بالبيئة. يعني صناعة الأسمنت صناعة ضارة بالبيئة، بتحتاج فلترز وبتحتاج برضك يعني إنها تبقى في أماكن نائية بعيدة عن المجتمعات العمرانية حتى لا تسبب، لأن الضرر الصحي لإنتاج ثاني أكسيد الكربون ضرر كبير جدا على البشرية عموما، يعني أو على اللايف ليفينج اورجانيزمز، يعني مش على الإنسانية فقط ولكن على أي ليفينج اورجانيزم سواء نبات أو حيوان أو إنسان يعني. فطبعا باي ذا واي انا بقول الكلمتين دول، فتلاقي ان الدول مثلا الاوروبيه مش كلها بتنتج الاسمنت، هتلاقي في دول معينه دول كتير جدا ما بتنتجش اسمنت. في الدول المتقدمه جدا هتلاقي ما عندهاش اسمنت، بتستورده من الخارج. فالدول اللي بتنتج الاسمنت بيبقى دول معدوده ومحدوده في العالم كله. فاول حاجه ده بالنسبه للاسمنت. طبعا موضوع المايه بتضاف زي ما انا قلت لك من شويه، اضافه المايه للسيمنتيشيوس ماتيريال اللي هو الاسمنت، يعني اللي هي فيها الكلينكر ده، بينتج عنها موضوع هو تفاعل. التفاعل ده اسمه هيدريشن. الهيدريشن ده بيطلع حاجه اسمها سيمنت بيست، هي اللي بتعمل جلوز للاجريجيت توجذر وفيل الفويد ويزن ات اند الاو ات تو فلو مور ايزلي. يعني طبعا وجود الميه يعني في هدفين للميه. الهدف الاولاني هو موضوع الهيدريشن، ان هو اكون اللايم او السيمنت بيست. والهدف الثاني ان انا يبقى عندي فلويديتي في الماتيريال بتاعتي، بحيث ان الخرسانه ذات نفسها تنسلق وتتحرك عندي واقدر تملى الفراغات اللي موجوده، لان انا لما اجي اصب الخرسانه سواء مثلا بصب جوه عمود او بصب جوه كمره، بصب يعني زي ما احنا بنقول كده في ابعاد معينه، بتحتاج الخرسانه تفلو. فوجود المايه يعني نسب المايه اللي موجوده لازم تسمح بهذا الايه؟ بهذا الاجراء. الاجريجيت احنا قلنا عندنا فاين وكورس اجريجيت، الاثنين موجودين، هما اللي بيبقوا البلك بتاع الخرسانه. يعني لو انا هقول لك ارقام كده، المتر مكعب خرسانه، لا احنا طبعا بنعمل ديزاين للميكس بتاعنا اللي هو للاربعه كومبوننت اللي انا قلتهم، سواء الاسمنت او الميه او الاجريجيت، سواء فاين او كورس. هقول لك انا الاجريجيت بيمثل قد ايه، المتر مكعب خرسانه بيبقى فيه مثلا 350 كيلو جرام اسمنت بالوزن، يعني سبع شكاير مثلا، زائد نسبه ميه 40% من الوزن ده، يعني 100 و... لو قلنا 350 في 0.4 يعني 140 لتر ميه، زائد 0.9 كورس اجريجيت، يعني 0.9 متر مكعب كورس اجريجيت، زائد بوينت نص الكميه دي من الرمل، يعني 0.45
متر مكعب من الرمل زائد ال 350 زائد ال 140 لتر ميه، لو جمعتهم يعملوا لك متر مكعب خرسانه. فتخيل انت عندك 0.9 متر مكعب زائد 0.5 متر مكعب رمل، يعني تقريبا في عندك 1.4 متر مكعب رمل واجريجيت، دول بيمثلوا يعني ايه الرقم الاكبر في الفوليوم بتاع الايه؟ بتاع المتر مكعب خرسانه، عشان تبقى عارف ان المتر مكعب خرسانه ده مش الجزء الاكبر فيه اسمنت، لا ولا الميه، الجزء الاكبر فيه هو الاجريجيت اللي هي الفيلينج ماتيريال اللي انا كلمتك عنها من شويه. التسليح هنتكلم عن التسليح، هو التسليح بيضاف بيبقى عباره عن بارز وبيتحط فيه التنشن، لان الخرسانه ما بتشيلش غير كومبريشن، ضعيفه في التنشن مقاومتها زي ما هنشرح دلوقتي، فبيبقى عندك ميتال رينفورسنج بارز دي بتضاف في الاليمنت الكونكريت بحيث يبقى القطاع بتاعي رينفورسد كونكريت. ليه؟ لان الخرسانه ما بتشتغلش في الايه؟ في التنشن، عندها كومبريسيف سترينث كويسه وما عندهاش تنسايل سترينث. لو في اي اسئله طبعا محتاجين اي حد توريز هاند ويسال. ايوه يا جماعه مفيش اسئله. لا تمام يا دكتور. انتوا سامعيني ولا انا بكلم نفسي؟ ايوه سامعين. الو يا شباب. سامعينك يا دكتور. سامعينك يا دكتور. مفيش حد عنده اسئله؟ اوكي. لا تمام تمام. اتفضلي. ايوه. طيب هنتكلم على انتوا سامعيني مش كده؟ حد بس يرد. ايوه دكتور سمين حضرتك. الصوت واضح؟ لان انا صوتكم مش واضح بالنسبه لي. تمام صوت حضرتك واضح. طيب شكرا يا باشمهندس. الكونكريت برودكشن ازاي بننتج الكونكريت؟ بنخلط الاسمنت مع الميه، وزي ما احنا بنقول كميه الميه اللي انا بحتاجها عشان يحصل هيدريشن هي بتبقى 0.25، هنا مكتوب 0.3 مش مشكلة، يعني أقل كمية مية محتاجة عشان يحصل أي هيدريشن هي بنسبة في الحجم نسبة الأسمنت المية اللي اسمها ووتر سيمنت ريشيو، بتبقى من 0.3 ل 0.45 بالوزن اللي موجود عندنا. طبعا من أنا بقول بالحجم لأن الحجم المية والوزن نوع المية واحد، فهو لو يطلع وزن هو نفسه بيبقى الحجم، لكن هو فعلا بايماس. اوكي النسبه الاضافيه، طب ليه لو انا محتاج 25% او 0.25 ليه بحط رقم اكبر؟ عشان موضوع الايه يعني يبقى فيه فلو الخرسانه تو فلو، وان يساعد ان الخرسانه تتصب وتو فيل يعني ايه في السبيسز اللي هي المفروض تملاها. يعني الوركابيلتي اللي هو موضوع القدرة على the ability of fresh concrete plus concrete to fill أو المولد بتاعي، هو ده اللي أنا كنت بتكلم عليه. كل ما الووتر سيمنت ريشيو عندي بتزيد كل ما الوركابيلتي بتاعتي بتزيد. موضوع الفايبريشن هو حاجة إضافية بستعملها، بجيب هزاز، الهزاز ده بيهز الحديد التسليح أو بيهز الشدة اللي موجودة عندي to allow concrete to flow وزود ان انا ازود، لان انا كل ما بزود كميه الميه مع اكتر من الكميه اللي انا محتاجها للتفاعل كل ما المقاومه بتاعتي بتقل،
فعشان ما اقللش الكواليتي بتاعت الخرسانه بستعمل انا فايبريتورز. الفايبريتور دي المفروض انها بتهز المولد بتاعي بحيث ان هو يساعد الفيلنج ماتيريال الخرسانه اللي انا بصبها جوه بحيث انها تملى الفراغات اللي موجوده عندي وزود ريديوسنج الكواليتي بتاعت الكونكريت. الوركابيليتي بتعتمد على الووتر كونتنت زي ما انا قلت لك، موضوع برضك الاجريجيت والسيمنتيشيس كونتنت والليفل اوف هيدريشن، وكان بي موديفايد باي ادينج كيميكال ادمكشن. في حاجات بتزود الوركابيليتي، يعني في بعض الماتيريال بتزود سهوله حركه المواد على بعضها فريكشن، فبتزود الايه اللي احنا بنسميه الوركابيليتي بتاعه الخرسانه. لكن الوركابيليتي ده عباره عن بروبرتي مهمه من البروبرتي بتاعه الفريش كونكريت يعني او البلاستيك كونكريت. الخرسانه بتبقى موجوده اثناء مرحله اللي هي الخرسانه الخضراء اللي هي الجرين كونكريت، بتبقى اسمها فريش كونكريت او اللي هي الحاله البلاستيك. وفي حاله بعد ما الخرسانه بيحصل لها هاردنج اسمها الهاردند كونكريت. البروبرتي بتاع احد البروبرتي بتاعه الفريش كونكريت هو موضوع الوركابيليتي. لازم بيتسال الوركابيليتي عامله ازاي، بتقاس الوركابيليتي بحاجه اسمها سلامب تيست. السلامب ده عباره عن ان انا هل الخرسانه بتاعتي دي الفريش كونكريت هل هي يعني سائله ولا هي بنقول عليها يعني غير سائله وناشفه، يعني او خرسانه تبقى بنسميها طريه او ناشفه. ده في الوركابيليتي بتاعتي. لو الوركابيليتي بتاعتي عاليه بتبقى الخرسانه بتاعتي عندها قدره انها تموف بصوره كبيره. في بعض الاحيان زي ما بنقول بتزود نسبه الميه الووتر سيمنت ريشيو، بس في هذه الحاله بيبقى على حساب الكواليتي، او ان انا احط ادمكشر لو انا عايز اوصل لوركابيليتي معينه بحيث ان انا ما اقللش ما زودش نسبه الميه اللي هي بعد كده بتقلل المقاومه بتاعت الايه؟ بتاعت الخرسانه. الكيورنج ده احد يعني الحاجات اللي بتحصل للخرسانه، لان الخرسانه ذات نفسها ما باجي انا دلوقتي جيت حطيت الاسمنت على الميه على الاجريجيت بيحصل الهيدريشن. الهيدريشن ده نتيجته بتحصل ايه؟ نتيجه الهيدريشن بينتج حراره، الحراره دي بتؤدي الى الحراره بتتولد نتيجه اللي هو موضوع التفاعل الكيميائي ان الخرسانه بتفقد الميه بتاعتها نتيجه الحراره دي، بتفقد الميه بطريقه سريعه جدا اللي هي موجوده فيها، فبيحصل التصلب. التصلب ده يؤدي الى حدوث حركه او اللي احنا بنسميه شرينكج، دراينج شرينكج. دراينج شرينكج ده يؤدي الى تشققات في الخرسانه اللي احنا بنسميها شروخ. يعني التفاعل هو مفيد ومضر. مفيد بان هو بيحقق اللايم ويديني مونه اللي هي بتعمل الجلوينج للاليمنتس المختلفه مع بعضها، وفي نفس الوقت بيولد عليه الهيدريشن ده بيولد حراره، الحراره دي بتؤدي الى ان ايه بيحصل كراكنج عندي في الخرسانه وتشققات. طيب التشققات دي اعالجها ازاي؟ هو ده بالظبط اللي مكتوب قدامك كلمه كيورنج. كيورنج يعني معالجه، ان انا اضيف ميه، لان هي الخرسانه فيها ميزه جميله جدا ان هي بيحصل لها سولفايزنج او انها بيحصل لها هاردنينج في وجود الميه. يعني مع وجود الميه الخرسانه بيحصل لها هاردنينج، مش العكس، يعني مش زي اي ماتيريال ثاني، ودي حاجه جميله جدا. فعشان كده بضيف الميه، افضل اضيف الميه زي ما انت بتشوف بنحط خيش. تشوفوا بعض الاحيان اللي منكم يعني شاف منشآت خرسانيه بعد الصب، ان احنا من ثاني يوم على طول بعد ما بيحصل شك ابتدائي ويبتدي يحصل هيدريشن بنبتدي علشان التفاعل بتاع الاسمنت مع الميه ده بيفضل يحصل لمده طويله بيعدي 28 يوم. فعلشان كده احنا بنعمل ما يسمى بالكيورنج، ان احنا بنضيف ميه بحيث ان انا في نفس الوقت اقلل الحراره اللي خارجه فاقلل الشرينكج اللي هو الدراينج شرينكج فاقلل الكراكنج اللي موجود عندي. خلاص؟ اللي هو increased tensile at time when it has not gained significant strength resulting in greater shrinkage cracking.
ده اللي انا اتكلمت عليه بالظبط. خرسانه هنتكلم بسرعه كده، الخرسانه ماده بتشيل في الكومبريشن احمال كبيره والسترينس بتاعها كبير، بيوصل السترينس النهارده عندنا ممكن الخرسانه توصل لخرسانه 60 سي 60 وتبقى نورمال سترينس كونكريت، اعلى من كده باسمها هاي سترينس كونكريت. طب في التنشن السترينس بتاعها بيبقى تقريبا عشر الايه؟ عشر الكومبريسيف سترينس، بمعنى ان انا عندي الستريس سترين كيرف بتاعي في الكومبريشن مختلف عن الستريس سترين كيرف بتاعي في التنشن. فهي ماده يعني او في النهايه لو مثلنا الخرسانه اللي هي كومبوزيت ماتيريال، هي الخرسانه عباره عن كومبوزيت ماتيريال هيتروجينيوس، يعني ماتيريال يعني حاجه مش هوموجينيوس، مش زي الستيل اليمنت اللي الستيل ستراكشرز مثلا، يعني لو خدنا الستيل او الميتال عباره عن ماتيريال هوموجينيوس ماتيريال، يعني كل كومبوننت او كل موليكول عندي الفيزيكال كونستراكشن بتاعه او الفيزيكال ديسكريبشن والكيميكال ديسكريبشن بتاعه ايكوال، هو انما الخرسانه ماده هيتروجينيوس مش هوموجينيوس، بمعنى ماده مكونه من اكتر من ماده، مش كل موليكول فيها بيمثل نفس الكيميكال كومبوزيشن او نفس الفيزيكال بروبرتيز بتاعته، لكن احنا بنحاول نوصل لماتريكس نمثله بماده كانه ماده هوموجينيوس، فالستريس سترين كيرف بتاعه بيبقى حاجه كده. يعني لو انا شفت الكونكريت بروبرتيز الستريس سترين كيرف بتاعها شكله عامل ازاي، هو كده بيبقى شكله عامل بيطلع هنا كده معادله من سكند ديجري، وبعد كده بينزل بيحصل ده انا بسميه سترين هاردنينج، وبعدين يوصل للبيك فاليو اللي هو السترينس بتاعته، وبعدين يرجع ينزل شويه. ده مجرد سيميوليشن ان هو ماشي افقي، ده مجرد سيميوليشن، لكن هو بينزل شويه بيحصل حاجه اسمها سوفتنينج، بينزل سوفتنينج لحد ما يوصل لماكسيمم الماكسيمم سترين عنده. تلاحظ حاجه غريبه جدا ان او احنا بنقول ايه السترينس بتاعه بيعرف باكبر ايه اكبر فاليو للستريس اللي موجود عندي، يبقى ده الستريس بتاعي. لقينا ان معظم الالتيميت سترين السلندر اللي ما بناخدها نكسرها او المكعب، احنا بنشتغل في مصر بالكيوب، في بعض الاكواب الثانيه بتشتغل بالسلندر، سلندر عباره عن في ستاندرد سلندر عباره عن 30 في 15 30 ارتفاع و15 دايمتر، او احنا في مصر بنشتغل بالمكعب اللي هو 15 و8 من 10 6 انش 15 و8 من 10 سنتي في 15 و8 من 10 15 و8 من 10 يعني 15.8 ثلاث اضلاع ليه كله كيوب، وبنصبه وبنكسره المكعب ده. دايما السترينث بتحدد يعني الطفق، يعني ان السترينث يعني طبعا بتاع الخرسانه بيجين السترينث، بنقول والله ان البيك فاليو ممكن توصل، ممكن الخرسانه بتوصل بعد 28 يوم، عشان كده هو مش 28 يوم رقم، هو اتفق عليك على كده على ان بعد اربع اسابيع الخرسانه بتوصل للماكسيم سترينث بتاعها، فبتعرف الخرسانه 28 يوم اف سي 28 يوم سواء مكعب او سلندر ايا كان الكود، احنا الكود المصري بنشتغل بالمكعب. لقينا ان الالتيميت سترين دايما اللي هو 3.5 في الالف، هو هنا مكتوب 3 في الالف ولكن هو بيبقى في حدود، هو طبعا الكود المصري بيشتغل على 3 في الالف ولكن هو هتلاقي انت الاكواد العالميه كلها بنتكلم في 3.5 في الالف، الكود المصري بيشتغل على 3 في الالف. المعادله اللي قدامك دي بتمثل علاقه الستريس سترين بتاع الخرسانه، فالخرسانه بتاعتي الرتبه بتاعتها او الكاركترستيك سترينث بتاعها اللي بيتقاس بعد 28 يوم ممكن بيبتدي من 20 في الكود المصري، بنقول اقل خرسانه مسموحه عندنا 20 ميجا باسكال، الارقام دي كلها بالميجا باسكال، وبتوصل لحد 60 ميجا باسكال. والالتيميت سترين عنده اللي بيكسر عنده المكعب بيبقى 3 في الالف. فده الاسترينس بتاعي الستريس سترين كيرف في الكومبريشن. طب في التنشن، ده السلندر اهي اللي انا كنت بكلمك عليها،
بتتكسر في مجن الضغط وبيتقاس عليها هنا بيتحط عليها هنا سترين جيج. السترين جيج اللي بيقيس الديفليكشن وبيطلع اوتوماتيك الاستريس مع الاسترين، معمول له نومينيشن يعني بحيث ان هو يطلع على طول الاسترين مع اللود، واللود طبعا على الاريا يديني ستريس وهكذا، فبيطلع كيرف الستريس سترين كيرف. طبعا الفيلير اللي بيحصل ده نتيجه اللاترال تنشن اللي موجود عندي. هرجع تاني زي ما انا كنت بقول لك. طيب الخرسانه في التنشن، لو انا بقى عندي ده بقى تنشن، هتلاقي ان الكيرف عندك هنا بيكسر على عشر الرقم ده، يعني لو هنا 22 ميجا باسكال بيكسر على 2.2 في التنشن بنفس اليانجس مودولس. يعني احنا قلنا هنا هيبقى اليانجس مودولس بتاعي، لو انا هقول ان انا عندي الاستيك زون، هو طبعا ما فيش الاستيك زون، هو زي ما انت شايف كده عباره عن معادله من الدرجه الثانيه، ولكن احنا نيرلي بنقول والله التانجنت عندي هنا بيبقى بنسميه التانجنت للكيرف، بيبقى هو بيعبر عن الانيشال ستيفنس بتاعتي او الستيفنس اللي انا باخدها، اللي هي فانكشن في ايه؟ فانكشن في السترينث بتاع الخرسانه. يعني كل ما بيزيد السترينث بتاع الخرسانه كل ما اليانجس مودولس بتاعي بيزيد، يعني كل ما بيزيد رتبه الخرسانه كل ما الاستيفنس بتاعتها بتزيد. الاستيفنس حاجه والسترينث حاجه. الكيرف اللي قدامي ده الماكسيمم سترين فيه، المفروض تكون خدت الكلام ده في الميكانكس، في ثلاثه ميجر لاي سترين كيرف: الدكتيليتي والسترينث والستيفنس. مين الخط بيعبر عن الاستيفنس؟ اعلى نقطه بتعبر عن السترينس، اعلى نقطه في الاسترين بتعبر عن الدكتيليتي. الكلام اللي انا بقوله لك ده مهم جدا، وايه ويعني دي من النقاط الايه الاساسيه. زي ما بقول لك الخرسانه ما بتشيلش تنش، عشان كده بنحط تسليح، ده هتكلم عنه برضك دلوقتي بالتفصيل. الالاستيستي المودلس اوف الاستيستي از ريلاتيف لينير، يعني ايه هو لان لينير؟ طبعا زي ما انا قلت لك الكراكنج تايبس، انواع الكراكس اللي بتحصل في الخرسانه اللي هو الشرينك كراكنج اللي انا قلت لك عليها نتيجه الهايدريشن، بيحصل نقص والخرسانه بيجي يحصل لها هاردنينج، بيحصل شرينكج فيها، شرينكج دراينج، شرينكج ده يؤدي الى شروخ صغيره. طبعا في انواع كتير قوي من الشروخ ده نتيجه، هو ده مش نتيجه تنشن موجود عندي، لا هو نتيجه ريدكشن في الابعاد وعدم حركه لاجزاء مع اجزاء يؤدي الى حدوث شروخ داخليه. فاحنا بنسميه ده كانه بيولد تنشن داخلي، كانه بيولد تنشن داخلي يؤدي الى شروخ، لان الخرسانه ما بتشيلش، بيؤدي الى تنشن اعلى من التنسايل سترينس بتاعه الخرسانه اللي هي اوريدي صغيره. لو هنتكلم على الخرسانه المسلحه، يعني الاول كهيستوري كده، يعني طبعا زي ما انت شايف كده في القرن ال 19 واحد اسمه لامبوت، دول معظمهم فرنسيين، هم كانوا اول ناس ابتدوا يستخدموا بعد طبعا الثوره الصناعيه اللي حصلت وانتاج الحديد وكده، ابتدوا يقولوا والله طب ما احنا نحط ريبارز. ما كانش فيه قبل كده استخدام الريبار، كان الخرسانه بتستخدم كتل الخرسانيه بعد ما عملوا الاسمنت البروتلاندي، كان بيستخدم مكان اللايم ومكان الحجاره الاسمنت، ابتدوا بعد كده يحطوا تسليح في هاوس في نيوكاسل في يوكي سنه 1864، ده اول مبنى استخدم فيه حديد تسليح، وبعد كده طبعا استخدم بصوره كبيره جدا في العالم كله، استخدم في السلابس والولز والكلام اللي احنا ايه هنقوله. ده اللي انا عايز اقوله لك. الريفورس كونكريت زي ما احنا قلنا الخرسانه بتشيل كومبريشن، فانا بحط جواها ريبارز، الريبارز دي بتشيل التنشن اللي موجود عندي. الريبار او رينفورسمنت بارز، يعني كلمه ريبار هي عباره عن ايكوال لكلمه رينفورسمنت بارز. الريفورسمنت ده ممكن يبقى بيستخدم عباره عن دايما بيستخدم في تو دايركشنز، يعني لو عندي كاميرا بيبقى عندي حديد طولي وعندي ستيربس كنات، لو عندي بلاطه سلاب بيبقى عندي في الاتجاهين، بيبقى عندي حديد في الاتجاهين،
الانفورسمنت اللي موجود عندنا موستلي بيستخدم الستيل انفورسمنت، في انواع اخرى من الانفورسمنت بس هي بتستخدم بصوره نادره يعني. فاحنا بنقول والله ده اللي انا كنت بقوله لك من شويه، ان الكونكريت تنسايل سترينث 10% من ده الكيرف اللي في الكومبريشن اللي انا كنت راسمه من شويه فوق هنا، فدلوقتي هو ده الكومبريشف اللي هو كومبريسيف الكومبريشن يعني اللي هو مضغوط، وهنا لو الاليمنت مشدود. طبعا النقطه دي المفروض انها بتعدي في الصفر، هو بس عدم دقه في الرسم، ولكن النقطه دي بتعدي بالزيرو ستريس لين كيرف. والاف سي تي ده ليه علاقه بالاف سي يو، هو عباره عن 0.6 جذر اف سي جذر اف سي يو، واف سي يو دي اللي هي اللي هو اللي احنا بنسميه السترينث بتاع الخرسانه. الستريس سترين كيرف بتاع الحديد، الحديد ماده زي ما انا قلت لك ايزوتروبيك مش اورثوتروبيك، يعني بتشيل في الكومبريشن زي التنشن، فالحديد بيشتغل في الكومبريشن وبيشتغل في التنشن. طبعا فائدته في التنشن ملوش فايده في الايه؟ في الكومبريشن. لكن النقاط المهمه عندنا الكيرف ده عايز يبين لك ان في نقطه اللي هي احنا ما عندناش بنستخدم حديد دلوقتي اللي هو هاي سترينث ستيل، والهاي سترينث ستيل ده بيبقى ما عندوش ييلد، ما عندوش ييلد سترينث يعني، ولكن ليه حاجه اسمها بروف سترينث. البروف سترينث دي هي السترينث المناظره ل سترين مقداره 0.2 في الالف، بيطلع بخط موازي لليانجس مودلس اللي موجود عندي، اجيب النقطه يديني ده البروف سترينث. البروف سترينث ده اللي احنا بنعبر عنه اللي هو اليلد. احنا عندنا ثلاث انواع بنستخدمها من الحديد، بتستخدم في مصر حديد 36 على 52، 36 ده البروف او اليلد، و52 ده الالتيميت الالتيميت سترينث، والحديد الثاني اللي هو 40 على 60، 40 البروف برضك و60 الالتيميت. في نوع جديد من الحديد بيستخدم بس هو طبعا مش موجود قوي في يعني في الكود المصري، اللي هو 50 على 55، اللي هو الالتيميت اليلد بتاعه 50 والالتيميت بتاعه 550. ده هيقابلك بره مصر في الدول الاوروبيه وكده، بيستخدم بصوره كبيره اكبر من الحديد اللي موجود عندنا. لكن عندنا في مصر لحد دلوقتي في ليميتيشن للاستخدام نتيجة ليميتيشن للالتيميت التيميت سترينث على اليلد سترينث. في رينج معين في الكود المصري ان بيقول ان الالتيميت على اليلد لازم يكون اكبر من 1.15 ما بينهم، يعني 50 ل 550 دول قريبين من بعض، 40 على 60 مره ونص فيسمح بيه. الدكتيليتي هنا الحديد الكود المصري برضك سامح باقل دكتيليتي موجوده 14%، دكتيليتي اللي هي 14%. تخيل انت الخرسانه هناك كانت ايه 0.3 في الالف، يعني ايه اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الالتيميت سترين في الحديد في الخرسانه، انما هنا الالتيميت بيوصل 14% في حديد التسليح، فهي ماده دكتايل، الحديد ماده دكتايل. طيب هاو تو فانكشن الحديد التسليح؟ حديد التسليح طبعا بيتصب في قلب الخرسانه، الخرسانه بتصب وبيبقى الحديد موجود، فبيحصل بوند ما بينهم نتيجه موضوع الهيدريشن، زي ما احنا قلنا موضوع اللايم ده هو اللي بيعمل تماسن جلوينج للاليمنتس كلها من حديد التسليح، فبيتنقل الفورس من الحديد للخرسانه باي بوند اللي هي بالتماسك. التماسك ده عباره عن ثلاث اجزاء، عباره عن ادهيشن، في جزء ادهيشن اللي هو التماسك وبالفريكشن، وجزء بالبيرنج نتيجه وجود النتوءات، لان حديد معظم الحديد اللي موجود عندنا ليه نفس الايه الحديد بتاعنا اللي بيستخدم يعني في الاستراكشر ستيل، بيبقى ليه نتوءات علشان خاطر يقاوم البوند. معظم البوند فورسز اللي بتتنقل ما بين الحديد والخرسانه بتتنقل باي بيرنج نتيجه وجود النتوءات دي. زمان كان الحديد املس، كان الجزء بيتنقل باي ادهيجن او الضغط الجانبي،
الادهيجن زائد الفريكشن كان تو كومبوننتس وكومبوننت ضعيفه جدا، فكان البوند صغير يعني. انما دلوقتي طبعا وجود النتوءات ده زود بصوره كبيره جدا موضوع البوند ما بين الحديد والخرسانه. الكوفيشن اوف ثيرمال اكسبانشن اوف ستيل كونكريت ار سفيشنتلي كلوز، يعني واحد الخرسانه 10 والحديد 12 في 10 اس 6، يعني الرقم ده قليل يعني قريب قوي من بعض، عشان كده مفيش مشكله ما بين التو ماتيريالز ككومبوزيت ماتيريال. طيب نيجي للجزء المهم والظريف في موضوع حديد التسليح. لو قارنا ما بين الحديد والخرسانه، السترينث انتنشن الخرسانه بور والحديد عالي، في الكومبريشن الاثنين كويسين، في الشير الحديد بيشتغل بصوره افضل، الخرسانه بور بردك لان الشير عباره عن، هو كاتب هنا فير، طبعا المرجع لما نقوله منه البتاع دي مش صح قوي، هو الشير عباره عن جزء تنشن وجزء كومبريشن، فهو في الكومبريشن كويس وفي التنشن ضعيف، لكن دايما بيبقى الجوفرنينج اللي هو الايه التنشن، فالخرسانه بور بردك في التنشن. ديورابيلتي الخرسانه الديورابيلتي بتاعتها عاليه جدا، الحديد الديورابيلتي بتاعته وحشه لانه بيحصل له كوروجن. الفاير ريزيستنس الخرسانه ممتازه والحديد سيء، الحديد بينهار بعد 15 دقيقه في درجه حراره 600، الخرسانه ممكن تستحمل ساعات طويله. وجود الحديد بقى كاستراكشر وايز انا بحطه عشان يشيل التنشن، فكاميرا زي الكاميرا اللي قدامي ده انا عندي لود وعندي كاميرا سبورتد هنا، فدي عباره عن سيمبلي سبورتد بتدي بيندنج مومنت هنا بي ال على 4، يعني تنشن تحت وكمبريشن فوق. انا دايما برسم البيندنج مومنت ناحيه التنشن سايد، اكيد انتوا فاكرين هذا الكلام يعني مش محتاج افكركم. طيب ناحيه التنشن يبقى انا عندي كل الجزء السفلي من الكاميرا كله عليه تنشن، الماكسيمم تنشن في النص واقل تنشن موجود بره عندي. فطبعا كل ما بيزيد الحمل اللي عندي كل ما التنشن بتاعي بيزيد. طب احط حديد التسليح فين؟ بحطه تحت. حديد التسليح ده هيكون هدفه ايه؟ هدفه ان هو التنشن اللي موجود عندي من في الخرسانه الحديد اللي يشيله، ووجود الشروخ يعمل لي توزيع للشروخ. يعني ايه توزيع يا دكتور؟ يعني باي بوند التنشن اللي موجود ده بدل ما هو موجود في حته واحده او الماكسيمم تنسايل ستريسز اللي موجوده في النص دي بتتوزع على طول كبير، فبيحصل عرض شروخ قليل وحديد التسليح هو اللي بيشتغل عندي تحت. يبقى حديد التسليح ليه فايدتين، بيشيل التنشن اللي موجود عندي بالكامل وبيقلل برضك توزيعه نتيجه توزيع الحديد ووضعه بطريقه مناسبه بكفر معين، المسافه من هنا لحد اول السيخ اسمها كفر، بكفر معين بالديستريبيوشن معين، دي الريبارز اللي موجوده عندي ده في السكشن اللي هنا، يعني لو خدت سكشن اي اي هو شكل السكشن كده. طيب توزيع السترين ديستريبيوشن فوق كومبريشن وتحت تنشن، مين اللي بيشيل التنشن؟ الخرسانه هعتبرها مش شغاله واللي شغال عندي حديد التسليح. اللي متحقق الكومباتيبلتي في القطاع الكومبوزيت هو البوند ما بين الايه؟ ما بين حديد التسليح وما بين الخرسانه اللي موجوده عندي. ده اللي انا بسميه كومبوزيت اكشن اوف كونكريت اند ستيل اتشيفد باي كومبايننج ذا بيست فيتشر اوف بوث ماتيريالز. يعني ايه؟ يعني انا استفدت من وجود الحديد ان هو شال التنشن ووزع لي الشروخ. طب توزيع الشروخ ده فائدته ايه؟ فائدته ان انا الخرسانه دي لو في شروخ يبقى تاثير العوامل الجويه يبتدي يخش. يعني ايه عوامل جويه؟ يعني موجود عندي الاكسجين وموجود عندي الميه، بخار الميه الموجود في الهواء، ايا كان بقى الميه دي جايه نتيجه تشبع الهواء بالبخار او نتيجه وجود ميه اضافيه، يبتدي يخش من خلال الشروخ يسبب كوروجن للحديد. فده فاكتور مهم عندي لان الحديد ضعيف في موضوع الكوروجن، والخرسانه المسلحه رينفورس كونكريت لا يحدث لها انهيار نتيجه الخرسانه، دايما بيحصل انهيار نتيجه ان الحديد ذات نفسه هو اللي حصل له كوروجن وقطاعه قل، فالخرسانه في النهايه بتنهار نتيجه انهيار حديد التسليح. يبقى ده فاكتور مهم جدا عندي موضوع الشروخ ده. يبقى وجود توزيع الحديد بطريقه معينه يوزع الشروخ، يوزع الشروخ يعني يقلل عرض الشرخ، يعني يمنع او لا يسمح بتاثيرات العوامل الجويه التي تؤدي الى الكوروجن اوف
اوف رينفورسمنت يعني اللي هو في النهايه ممكن يبقى ضار مع الوقت اللي هو موضوع الديورابيليتي. فانا بعمل المنشا رينفورس كونكريت عشان يعيش 100 سنه يعيش 100 سنه. فمهم جدا موضوع بردك الديستريبيوشن اوف كراكس، يعني هو بيشيل التنشن وفي نفس الوقت بيعمل ديستريبيوشن. طب بحط حديد تسليح فين بقى؟ لازم اتعلم بقى، ده اللي انت هتتعلمه معايا في الكورس. وهو ايه؟ انا بحط الحديد فين؟ بحط الحديد دايما ناحيه التنشن زي ما انت شايف اهو. انا عندي كاميرا سيمبل لو عليها يعني سواء كونسنتريتد او ديستريبيوتد لود يسبب تنشن تحت، ده حديد التسليح اللي موجود عندي بحطه تحت. واحد يقول لي انا بحط حديد تحت بس ولا بحط حديد تحت وفوق؟ بحط حديد تحت وفوق، بس هو الحديد الاساسي اللي بيشيل التنشن فورسز هو ده الريفورسمنت بارز او الري بارز اللي موجوده عندي. موجوده فين دي؟ اللي موجوده عندي ناحيه التنشن سايد. برسم البيندنج مومنت واحط الحديد ناحيه البيندنج مومنت. هنا عندي كانتيليفر فالبيندنج مومنت نيجاتيف فوق خلاص، فانا عندي هنا صفر مومنت وعندي هنا ماكسيم، فالمومنت بتاعي بيبقى شكله عامل كده. طب احط الحديد فين؟ بحطه على الكاميرا فوق نتيجه ان التنشن فوق فبحط الحديد فوق. طيب عندي كاميرا كونتينوس بيم، كاميرا بقى مستمره، فالكاميرا المستمره دي عندي هنا بوزيتيف مومنت وعندي هنا فوق السبورت نيجاتيف مومنت اللي هو البيندنج مومنت الشكل العادي اللي انت عارفه بيبقى شكله عامل كده. طب احط حديد فين؟ احطه مره تحت ومره فوق. هنا فوق السبورت بحطه فوق، في الميد سبان بحطه تحت. ليه؟ علشان التنشن اللي عندي اللي موجود عندي عشان يشيل التنشن فورس ويوزع الكراكس. هتلاقينا دايما راسم لك كراكس، فهنا انا راسم لك كراكس. كراكس هنا بتتجمع معظمها في النص، اكبر عروض شرخ بتبقى في النص كل ما اروح ناحيه السبورت لان المومنت بيقل فعرض الشرخ بيقل وعدد الشروخ بتقل. هنا نفس الحكايه، تلاقي الشروخ هنا موجوده، هنا مفيش شروخ. ليه؟ لان التنسايل سترينث اللي عندي بتاعت الخرسانه هنا اكبر من الاستريسس اللي موجوده، فعلشان كده تلاقي مفيش شرخ هنا ناحيه قريب من الزيرو مومنت. خلاص هنا زيرو وبعدين بيزيد هنا، فتلاقي الشروخ عددها هنا يزيد وعرض الشرخ هنا بيزيد. هنا نفس الحكايه. طيب عرفنا الادفانتج بتاعت الريفورسمنت، ابتدي اوريك شويه حاجات شكلها بيبقى عامل ازاي. اهو دي بلاطه، البلاطه دي فيها مجموعه من القمر، شايف دول كده قمر، دول البيمز اللي موجوده عندي، ودي الانفورسمنت اللي طالع في العمدان، دي الكولمز اللي موجوده عندي. بعمل ايه؟ بحط حديد تسليح السفلي في الاتجاهين والعلوي، وبرص كل الحديد وبعدين اصب البلاطه بتاعتي. طيب الجزء الثاني من المحاضره هنتكلم فيه عن البيلدنج سيستمز اللي موجوده في ريفورس كونكريت استراكشرز. طيب في حد عنده اسئله في الجزء الاولاني؟ ايوه يا شباب. فيش أسئلة؟ احنا كم واحد دلوقتي؟ 59 كم واحد؟ 49 50 واحد تقريبا. طيب ستين. طيب كويس. طيب في آية منتصر، ايه منتصر محمد، كنت عايز اسالك سؤال ممكن؟ الو
طيب هناخد احمد. احمد خالد محمد. بص يا احمد، دلوقتي انت ما يكون عندك مبنى، هل انت عملت تدريب قبل كده او تعرف تصويب خرسانه؟ اكيد هقول لك. اسالك الاول، انا رحت فين فين بقى؟ كان في موقع فيه زي عمارة البني، حضرت الموضوع يعني. طيب حضرت ايه؟ ممكن تحكي لنا كده خبرتك مع الخرسانه ايه؟ يعني هو من الاول خالص بيبقى فيه زي شدات خشب بتتعمل، ده المولد اللي بيتصب فيه الخرسانه. بعد كده بيبداوا التسليح، بيبقى فيه زي في توزيع معين للحديد في المتر، مثلا 5 في المتر او حاجه معينه يعني. تمام. ويبقى فيه مثلا ساعات حديد اضافي ناحيه العمدان او كده. وبعد كده بيبقى فيه زي يعني خرسانه ايه الاليمنت اللي انت حضرته عشان افهم بس؟ اللي انت حضرت يعني تجهيزه، هل عمود ولا بلاطه؟ سقف؟ الاثنين. الاثنين. طب اشرح لنا العمود. العمود بيبقى فيه الأول بنعمل زي يعني الشدة بنعملها، وبنعمل بنقفل 3 وشوش، يعني بنسيب وش واحد بس فاضي. صح. وبعد كده بنطلع زي الأسياخ بالطول، وبنحط حواليها الكنات، وبيبقى الكنات في التلت الأولاني والتلت الأخراني أكتر عدد، يعني في النص بيقلوا شوية مسافة كويس. يعني. وبيبقى فيه يعني حديد متوزع، يعني مثلا ممكن 3 أسياخ في الوش الطويل شوية وسخين في الجنب التاني أو 4، فبقى ليها توزيع معينة. صح. وبنسيب زي طول زيادة فوق عشان نرجع طب نوصله في المسافات الأسياخ بين من فوق. الكنات قد ايه تقريبا؟ لا أنا مش فاكر صح بالظبط، هو يعني ممكن مثلا متر يبقى متر ولا 20 لا لا سنتي؟ لا لا بالسنتي يعني، مسافة صغيرة في الأول، في النص بتزيد شوية، لكن لا مش لدرجة متر ماشي. يعني. كويس كويس يا احمد كويس. مين يحب يكمل تاني؟ مين عنده خبرة في حاجة عايز يقولها يشاركنا؟ إسراء، أحمد عبد الفتاح. أيوة يا إسراء. أيوة مع حضرتك يا دكتور. أنت عندك خبرة بالخرسانة؟ هو أنا نزلت تدريب بس ما كانش في موقع الصراحة، كانت ورش يعني. يعني طب تعرفي حاجة عن الخرسانة؟ سؤال عام يعني، مش امتحان، أنا بندردش يعني. اعرف ان يعني مثلا لما بنيجي نصب لازم يبقى فيه زي هزاز كده بيقلب الخرسانة. اوكي. لا ده الميكسر، يعني الميكسر اللي بيقلب الخرسانة ده غير الهزاز. يعني الميكسر بيبقى في الاول الخرسانة عشان نخلطها بنحط كل الايتمز مع بعضها، وبعدين الميكسر ده ممكن يكون يا اما خلاطه واقفه في مكانها فيكسد، يا اما عربيه. حد يعرف يقول لنا العربيات دي هاو تو فانكشن؟ عربيات الخلاطات الخرسانه. والناس عماله تخرج يعني، انا العدد قل. هو الناس بتخاف ولا ايه من النقاش؟ مين يعرف يقول لنا خبرته مع الخلاطات؟ ماريو يحيى. ماريو. دكتور. قول يا ماريو، تعرف ايه عن الخرسانة؟ يعني انا ما اعرفش معلومات كتير يعني، اعرف يعني ما نزلتش تدريب. طب تعرف عموما يعني جنرال نوليدج، يعني انت داخل اكيد مدني، عارف انت داخل مدني يعني ايه خرسانه، شفت خرسانه في الشارع على الاقل او كده. ايوه يا دكتور. احكي لي بقى ايه اللي تعرفه عن الخرسانه. يعني اعرف المين كومبوننت والكلام يعني حضرتك قلته، يعني كان يعني عندي علم بيه شويه. طب ايه اللي انت اتعلمته من المحاضره النهارده؟
يعني اماكن الحديد تسليح التنشن، اللي هو لو مثلا لو في عمود التنشن الحديد هيتحط فوق، ولو مثلا الكاميرا بين عمودين الحديد التسليح هيبقى تحت عشان التنشن ويوزع الكراكس. طب انت عندك تصور دلوقتي الخرسانه بتشيل في الكومبريشن، ليه الخرسانه ضعيفه في التنشن وقويه في الكومبريشن؟ هل عندك تصور ليه؟ هو اللي عارفه ان الخرسانه ماده بريتل، فعشان كده هي ما بتستحملش التنشن. لا، هي هو ممكن تكون ماده بريتل في الكومبريشن برضك. يعني ايه اللي يخلي الخرسانه ما تشيلش تنشن وتشيل من اللي انا شرحته كده؟ يعني باي فيزيكس، يعني ايه اللي يخلي الخرسانه تشيل في الكومبريشن من اللي انا قلته كده من غير معلومات كتير، بس انا قلته في سياق الكلام. ايوه، ايه اللي يخليها تشيل في الكومبريشن اكتر من التنشن؟ هي مش غلط اللي انت قلته انها ماده بريتل، بس مش ده هو السبب. يعني يمكن الحديد عشان هو هوموجينيوس بيستحمل التنشن اكتر. ايوه ماشي، ده انا ما جبتش سيره الحديد، انا بقول الخرسانه بس ليه بتشيل في الكومبريشن رقم كبير وما بتشيلش في التنشن رقم كبير؟ مين يعرف؟ مين يعرف باي فيزيكس كده؟ مين؟ مريم قول، اللي رفع ايده يقول. قول دكتور. ممكن عشان يكون الاجريجيت اللي داخل فيها اللي هو الزلط الرقمي الكبير بيستحمل الكومبريشن اكتر، المواد اللي داخله فيها هي اللي بتخليها تستحمل اكتر الكومبريشن من التنشن. تمام كده ولا ايه؟ هو يعني مش يعني ايه، فيها جزء بسيط بس هو الصح. ان الكومبريشن يعني ايه؟ يعني الموليكولز بتقرب لبعضها، صح؟ ده الكومبريشن، ده مفهوم الكومبريشن، ان حاجه ما تتضغط، ان الموليكولز بتحاول انها تنضغط مع بعضها، انها تتحرك، يحصل لها شورتنينج. تمام؟ فشيء بسيط جدا ان انا لما اضغط على الاجريجيت او السيمنت هيقدر يتنقل من سطح للتاني، صح؟ من الاسمنت او اللايم، خلينا نقول ان الخرسانه دي عباره عن جزئين، جزء لايم اللي هو مونة اسمنت وميه، وجزء ايه؟ وجزء اجريجيت. تمام؟ فلما بيجي تضغط يقدر الفورس تتنقل من اللايم للاجريجيت او العكس، في حين اما تتشد معناها انها تبعد عن بعضها، يحصل لها elongation. لما يجي بقى يحصل لها elongation معناها ايه؟ معناها ان السطح اللي بين التو ماتيريالز دول، اللايم المونة وبين الاجريجيت، يبعدوا عن بعض، فيحصل الانفصال ده. فعشان كده الخرسانه في الكافيزيا ما بتشيلش تنشن، او التنشن بتاعها ضعيف. بيتوقف على ايه؟ على ثلاث حاجات بس، في واحد هو اللي انا قلته دلوقتي هو اضعف حاجه، اللي هو الخط الفاصل ما بين المونه والحجاره والاجريجيت او الزلط. الخط الفاصل ده ما بيشيلش تنشن، او قيمه التنشن فيه قليله جدا، التنسايل سترينث بتاعته ضعيفه، او التنسايل سترينث بتاعه اللايم ذات نفسه، لو انا جبت مونه وشدتها ليها تنسايل سترينث كمان، هي كمان، او التنسايل سترينث بتاع الحجر ذات نفسه. الثلاث حاجات دول مع بعض التنسايل سترينث بتاعهم ضعيف، انما الكومبريسيف سترينث بتاعهم بالانضغاط مفيش اي كونتاكت اليمنت في مشكله في الكومبريشن. كونتاكت يعني ايه؟ يعني خط فاصل ما بين تو ماتيريالز، فالكونتاكت ده بيقدر يشيل الايه؟ الفورسز اللي موجوده، الكونتاكت الكومبريشن اللي موجود، انما ما يقدرش يشيل التنشن. التنشن يعتمد على الادهيجن او التماسك اللي ما بينهم، والتماسك ده طبعا مش قوي زي نقل الحمل اللي هو الكومبريشن. طيب احنا الجزء الثاني من المحاضره هنقول ان شاء الله المره الجايه
البيلدنج سيستمز انت هتاخده في السكاشن برضك، هديكوا فكره باذن الله في السكاشن اللي معاكم الباشمهندسين والمدرسين المساعدين، هيدوكوا فكره عن البيلدنج سيستم سواء الوول بيرنج تايب او السكيلتون تايب، واحنا هنتكلم برضك عليهم في المحاضره الجايه ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم.